مما لا ينقضي منه العجب أن بلادنا بحمد الله منتجة للنفط، ولكن للأسف أحوال العملة فيها ووجود السوق السوداء فيها والسوق الموازية يعني ينبئ بأن البلد فقيرة محتاجة لا قدرة لها على أن تقوم بنفسها، لأن السوق السوداء للعملة والسوق الموازية لا تكون إلا في البلاد التي ليس لها دخل وهي فقيرة ومحتاجة، ليس فيها صناعة وليس فيها نفط وليس فيها قوة اقتصادية تفرض عملتها. نحن صحيح ليس لدينا مصانع ولا قوة اقتصادية، ولكن بلاد منتجة يفترض أن نكون مثل البلاد الأخرى المنتجة للنفط في الكويت ولا في دولة من دول الخليج، هكذا يفترض. يعني كيف ينزل مستوى بلادنا إلى هذا الحد الذي نتألم فيه وكل يوم ننتظر السوق وكيف هي العملة؟ وهذا سببه، سبب هذا البلاء هو المجتمع الدولي، ما يسمى المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمريكان الذين لم يريدوا لهذه الثورة أن تقوم لها قائمة ونالوا منها، ولما عرفوا ما الدور الذي يمكن أن تقوم به في المنطقة وأنها خطر على الصهاينة المحتلين لفلسطين، وجربوا ذلك في السنوات الأولى في سنة 2012 وأول 2013، ووصلت الأسلحة ووصل المقاتلون إلى فلسطين المحتلة والسلاح إلى غزة، حينها عرفوا قدر هذه الثورة وأنها لو نجحت لكان خطرا كبيرا على دولتهم التي يربونها ويريدونها أن تكون شوكة في حلق البلاد العربية وغصة مستمرة لا تنهض معها بلادنا ولا غيرها من البلاد التي تنشد الحرية وتريد أن يعني تجعل هذه البلاد في المنطقة تملك أمرها وتحرر فلسطين. تنبهوا لذلك، تنبهوا إلى الخطورة التي يعني يمثلها الشعب الليبي لو نجحت ثورته،